السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيتكم درس جديد ولأول مرة على اليوتيوب بطلب من أحد متتبعاتي، والكثير طلبوا علي هذا الصدر. راح نخدمه معكم خطوة بخطوة، وكل مرة جزء حتى نخلص إن شاء الله. بطبيعة الحال راح أستعمل الإبرة رقم 1 مليمتر كالعادة، الكوتون بيرلي، الخيط كوتون بيرلي. كما راكم تلاحظوا هاد الجزء هو جزء الدرعين، راح نلصق فيهم هاد الوريدات وراح نخدم معكم بالتفصيل في هذا الجزء. والجزء القادم راح نخدم معكم الجزء الثاني المتبقي من الدرع. لاحظوا خدمت بزاف من هاد الوردات، لكن وردات الصدر تختلف عن وردات الدراع. نبداو على بركة الله. أول حاجة هي غرز البداية بهذا الشكل، وريحة نطلع بستة سلاسل، بعدها راح نغلق في أول سلسلة بغرزة منزلقة، نطلع بسلسلتين ونعمر الدائرة ب14 عمود بلفة، يعني الأول راح يعتبر العمود الأول، سلسلتين الأولين والثاني وهذا الثالث والرابع. أنا راح نكمل ونرجع لكم. كملت تقريبا نصف الدائرة، ما كملتش حتى نهاية الدائرة، يعني خدمت 14 فقط. نقلب العمل لهنا، عفوا ريحة، نعمل أولا غرزة منزلقة في أول فراغ، بعدها راح نطلع ب10 سلاسل واللي هي عبارة عن ارتفاع الريشة الأولى، 10 سلاسل. بعدها نترك الفراغ الأول وروح الفراغ اللي بعده ونعمل غرزة حشو، هنعمل البقية أيضا بغرز حشو حتى هنا. كملت، بعدها راح نعمل غرزة منزلقة في الفراغ المقابل، غرزة منزلقة في الفراغ الثاني والثالث اللي قابلني، بعدها راح نطلع ب12 سلسلة. الأول طلعت ب10 والآن طلعت ب12، راح نترك الفراغ الأول وروح الفراغ الثاني ونشكل غرزة حشو ونعمر حتى النهاية نفس الطريقة. نكمل ونرجع لكم. كملت، بعدها راح نعمل غرزة منزلقة في الفراغ المقابل وأيضا في الفراغ اللي بعده، يعني الثاني والثالث، أيضا ثلث غرز منزلقة. بعدها راح نطلع ب14 سلسلة اللي هي في المنتصف الريشة، ونرجع نعمل غرز حشو بنفس الطريقة، والفراغات اللي بعدهم 3 نعمل منزلقة، ونطلع بعدها ب10 سلاسل ونعمرهم بغرز حشو. فراغات 3 المقابلة نعمرهم بغرز منزلقة، بعدها الفراغ اللي ما قبل الأخير نطلع ب10 سلاسل، نترك فراغ ونرجع نعمل في كل فراغ غرزة حشو كما خدمت هنا وكما خدمت هنا، يعني العمل راح يتكرر. كملت حتى وصلت هنايا كما راكم تلاحظوا. بعدها الان مش راح نعمل ريحه، نعمر هادو بغرز منزلقه، يعني كل ما نلقى فراغ نعمل منزلقه، هذه الاولى، هذه الثانيه، حاولي ما تشبحيش العمل، وهذه الثالثه في المنتصف داخل الدائره، وهذه الرابعة، وهذه الخامسة. إذا حبيت تزيدي
مكانش مشكل. الآن بعدها رايحة نبدأ نعمر هذا العمود. في أول فراغ راح نعمل غرزة حشو هنا. هذا أول فراغ للعمود غرزة حشو. الفراغ الثاني راح نعمل عمود، عفوا نصف عمود. بعدها راح نعمر عميدة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. هنا فقط أخطأت، بقيت الفراغات راح نكملهم بأعمدة. هنا هذا الجزء راني غلطت، من تعودت نعمل الريشة حادة في النهاية، لكن هذه الريشة الأولى ما تكونش حادة، تكون عبارة عن أعمدة. والفراغ الأخير تعملي فيه ثلاثة أعمدة، في نفس الفراغ ثلاثة أعمدة. أنا فقط أخطأت كما راكم تلاحظوا، حيني شكلت ثلاثة أعمدة في المنتصف. راح نكمل البقية أعمدة، والفراغين المتبقيين الأول راح نعمل فيه نصف عمود، والأخير راح نعمل فيه غرزة حشو. كما راكم تلاحظوا كملت الفراغين المقابلين، راح نعمل منزلقة. هذه المنزلقة الأولى في الفراغ المقابل، والفراغ اللي بعده راح نعمل منزلقة أيضا، وننتقل مباشرة للعمود أو الريشة الثانية. حنعمل غرزة حشو في أول فراغ، الفراغ الثاني نصف عمود، بعدها أعمدة، واحد اثنين ثلاثة أربعة وخمسة ونكمل السادس. فراغين الأخيرين متبقيين راح نعمل الأول راح نعمله نصف عمود، والأخير راح نعمله غرزة حشو. وفي المنتصف راح نعمره بثلاثة غرز حشو. صور فقط ما هوش واضح، لاحظوا معايا. هنعمل النصف عمود في الفراغ ما قبل الأخير، والفراغ الأخير راح نعمل غرزة حشو. وفي الفراغ هذا اللي خليته السلسلة اللي خليتها ما خدمتهاش من قبل، حنعمرها بثلاثة غرز حشو. هذه السلسلة اللي خليتها كي خدمت من قبل. بعدها الفراغ اللي قابلني راح نعمل غرزة حشو، الفراغ اللي بعده نصف عمود، والفراغات المتبقية راح تكون عبارة عن أعمدة ما عدا الفراغين الأخيرين. راح نكرر نفس العمل، نصف عمود وغرزة حشو. هنكمل حتى هنا، نكمل أعمدة ونصف عمود وغرزة حشو ونرجع لكم. كملت، رايحة نعمر الآن سلسلتين المقابلين أو الفراغين المقابلين بغرز منزلقة، هذه الأولى وهذه الثانية. بعدها راح ننتقل للفراغ اللي بعده واللي هي الريشة الثالثة واللي هي في المنتصف. راح نبدأ نعمر بغرزة حشو في الفراغ الأول، نصف عمود في الفراغ الثاني، وبقية الأعمدة وبقية الفراغات بأعمدة. هنكمل حتى هنا ونعمل نصف عمود وغرزة حشو في الفراغ اللي خليت لهنا سلسلة ثلاثة غرز حشو، ومن بعد غرزة حشو، ومن بعد نصف عمود، ونكمل الأعمدة حتى النهاية. ونكمل بنفس الطريقة اللي خدمتها في الريشة هذه الأخيرة، راح نكررها هنايا. شي اللي خدمته في هذه الريشة اللي راهي حادة كما تلاحظوا لهنا ماهيش حادة وهنا حادة، حنكرر نفس العمل هنا في المنتصف وهنا.
والعمود الاخير راح نكرر كما هذه، راح نخدم هنايا، راح يكون نفس العمل يتكرر. يعني 3 ريشات اللي راهم في المنتصف راح يتخدموا حادين، والاولى والاخيره راح تخدم باعمده فقط باش يجي الشكل دائري. كما تلاحظوا لهنا 3 اللي في المنتصف راهم حادين، والاول والاخيره ما همش حادين، يعني جايين دائري الشكل من اسفل. اتمنى يكون شرحي واضح. الفيديو راح يكون جدا طويل وراح نعملهمكم على اجزاء. اتمنى يكون شرحي واضح. وطبعا هادو الوردات راح يتلصقوا، راح نعطيكم تلصاق. السطر شويه صعيب لكن حاولي تركزي معايا فقط، راح يكون كل شيء سهل. ما تنساوش جاملي الفيديو، بارطاجيو لقد ما تقدروا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.